السلام عليكم. اليوم نتكلم على مشروع إنجاز مستشفى جامعي بولاية مسيلة، بالضبط في بلدية مسيلة. و يعني الشيء يعني الملفت هو أنه المشروع هذا يعني عنده حوالي 4 شهور من اللي بدأ، ونشوف هنا مستوى الأشغال، يعني قطعوا أشواط لا بأس بها، يعني بالنظر إلى المدة الزمنية تاع 4 شهور. وشي جميل جدا انه تكون فيه مستشفيات جامعيه في كل ولايه الوطن، واللي عبر يعني الفيديوهات تاع القناه هذه درنا يعني اكثر من 200 فيديو على المستشفيات في الجزائر، وهذا الشيء يعني مليح وايجابي، وحنا نثمن المجهودات هذه، ما ننكرش حتى ولو فيه بعض النقائص من ناحية النوعية، من ناحية يعني قضية التوزيع العادل للثروات عبر الولايات، أمور ممكن الإنسان فيها كلام، لكن حتى واحد ما ينكر أنه فيها يعني من ناحية الكمية مستشفيات كثيرة راهي قيد الإنشاء، وكان مستشفيات أخرى انتهت الأشغال بها. ماذا بنا السيرفيس الخدمة، نقول دائما الخدمة تكون نفس الخدمة بنفس المستوى في كل ولاية الوطن، بنفس المستوى بغض النظر على الموقع الجغرافي نتاع الولاية هذيك، لازم الخدمة يعني العنصر البشري لازم يكون نفس المستوى في كل ولاية الوطن الجزائري. إذا هنيئا المشروع هذا، اللي كذلك نذكر أن المشروع راه من إنجاز شركة كوسيدار الجزائرية، اللي راه يقوم بإنشاء هذا المنشأة الهامة. إذا هذه هي جاء الدور لولاية مسيلة لإنشاء مستشفى نتاعها الجامعي بعد الولايات كالغواط وكذلك جلفة وكل ولاية الوطن. الحقيقة بدأت تنتشر هذه المستشفيات، يعني جيل جديد، هذا هو الأخر، جيل جديد من المستشفيات بدأ يغزو ولايات الوطن على غرار المستشفيات الأخرى، يعني النوع الآخر من المستشفيات تاع مكافحة السرطان، وكذلك المستشفيات نتاع الاستعجالات الطبية اللي راهي على مستوى الدوائر. إذا إن شاء الله المجهود هذا ما يحبش، لأن التطور ما يحبش، إذا حبسنا معناها رانا حنتوخر للور. نتمنى الخير للبلاد هذه، وإن شاء الله اللي كان فيها الخير يجيبها ربي إن شاء الله. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.